لكن يعني عايزين بس قبل ما نعرف حضراتكم بيهم عايزين نتقدم طبعا بخالص تعزينا لاسره كابتن سيد معوض، طبعا نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق في وفاه والدته، يعني والدته توفاها الله من ساعات قليله جدا، فطبعا خالص تعزينا اكيد كقناه الاهلي بشكل عام مش بس برنامج 10 الصبح في طبعا الاهلي. يعني يمكن اقل من ساعه كمان يا كريم توفيت والده كابتن رحمة سيد الله معوض، بنقدم خالص التعازي ليه وكل العيله وربنا يرحمها باذن الله يا رب.